البطاقة الحمراء على جزئين، حاجة متعلقة بالقضية اتحاد العاصمة وقضية واضحة وضوح الشمس، وأيضا قضية أخرى متعلقة ببطولتنا وبملعبنا وبكرة القدم الجزائرية. نبدأ باتحاد العاصمة باش نكملوا مع الكاف. الحاجة اللي حبيت نوريها من البداية حمزة إن أمكن، القضية هذه صارت في 22 أكتوبر 2023 في السوبر ليج يا محمد يا قاسي السعيد. أعطينا الصورة الأولى في إطار الترويج يا جماعة الخير، في إطار الترويج لكل ما هو علاقة بلا سوبر ليج اللي داروها جديدة، الكونفدرالية الجزائرية أو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في السوبر الإفريقي. في البرومو الرسمي البطولة الاتحاد الإفريقي نشر هذا الفيديو التعريفي ودار خريطة المغرب بهذه الطريقة لزيكيب اللي يشاركوا دار الخريطة، وهذا البرومو جعل الكثير أو على مستوى المغربي زعفوا كثير وقالوا لهم نو ما ديرولناش هكذا، عاودوا بدلوه. شكون تحكي نتاع المال الفاسد، داروا خريطة أخرى وداروا خريطة الوهمية اللي راهي اليوم على مستوى المايو تاع نهضة بركان. عند تقديم الوداد البيضاوي اللي شارك أمام إنيمبا النيجيري، لعبوا الوداد البيضاوي في 22 أكتوبر أمام إنيمبا، داروا هذه الخريطة بعد احتجاج الطرف المغربي، فحذف الاتحاد الإفريقي الفيديو وأعاد نشره بالخريطة الوهمية. لعبوا الوداد أرادوا الدخول في المباراة بقميص الخريطة الوهمية، هم لونتريمون تاعهم بالخريطة الوهمية، لكن فريق إنيمبا النيجيري والأعضاء تاع الاتحادية النيجيرية رفضوا ذلك. وهذه 22 أكتوبر 2023، ما عندهاش بزاف، قال لك ما كانش الوداد البيضاوي ما يلعبش بهذه الخريطة، وقالوا لهم تلعبوا بقمصان البلد تاعكم. ولعب اللقاء، هاو اللقاء يا جماعة الخير، إنيمبا مع الوداد البيضاوي لعب بالقميص تاع المنتخب أو تاع بلد المغرب. يعني على مستوى كل هذه الإشارات مليحة في الملف الجزائري على مستوى الطاس بلوزان، يعني الأمور واضحة محمد قاسي سعيد ولا تحتاج إلى أي تبيان. شوف اليوم رضوان، لازم اليوم الاتحاد الإفريقي حتى جمعية الأمم تتدخل. رضوان، هذه المنطقة الصحراء الغربية منطقة نزاع، مازال ما تصفاش الحساب ديالها، مازالها راهي على الأمم المتحدة. هادو ما سيدي اور لا لوا، لما تدير هاد الخريطة هادية يعني انت راك حقرت الناس، حقرت بلاد وحقرت شعب، قهرت الشعب اللي هو محور في المنطقة هادية. انا قلت لك اليوم لازم الأمم المتحدة تدخل في هذه القضية هادية، لان ما نجموش نروحوا بعيد، الناس راهي تحوس يعني توسع ارضها. بصح وين رانا رايحين سي علي بجيك؟ ولكن نكمل لك رضوان، ولكن احنا اليوم رضوان لازم نصيبوا الحل، هذه هي المشكلة. الحل يعني هو نعطيك معلومة الآن، نعطيك معلومة الآن، أن المنتخب الجزائري بعد انسحابه لأقل من 17 سنة تاع كرة اليد اليوم أصدر بيان الجزائر تنسحب من البطولة الإفريقية للجومباز اليوم المقامة في المغرب خلال الفترة ما بين 30 أفريل و7 ماي. وين رانا رايحين بهذه البلد؟ أشاك فوق هذا مش حبيت نقول لك رضوان، لازم مرة اللي فاتت هضر علي بنشير على أمر، لازم تلحق للساسة للوزارة الخارجية وللبوليتيسيين، لازم الآن يقوموا بدور كبير من أجل إيقاف هذا النزيف. لازم اليوم نصيبوا حل. أنا كنت صغير بكري رضوان كنشوف ملاكم ولا مصارع جزائري في القرعة في الألعاب الأولمبية ولا في جيدو ولا البوكس يطيح مع واحد صهيوني، نقول يا ربي يضرب معاه ويدو يبرك فيه. ولكن لما كبرت هل تسمى إذا لعبت ضربت معاه تسمى اعترفت بهذا البلد هدايا. اليوم دوكا المغرب دارت هذه الخريطة هذه اللي راح تخلينا ما نلعبوش معهم كاع، دوك يعني أي بلد دير لنا حاجة ما نلعبوش، لازم نصيبوا حل باش نحبسوا هذا الشيء. حل نهائي يعني، نهائي نهائي. الحل يا محمد أعطيه لي خويا علي، الحل ماشي عندك ولا عندي، عند السلطة العليا تتدخل سياسيا، باسكو سي تان بروبليم بوليتيك دو تات ريزولي بوليتيكمون يا محمد، ماشي اللي يحلوا لي حلوا يهضروا بك، هذا مشكل سياسي يحلوه السياسيين، هذا ما كان بصفه جذريه. لانه كي تدخل سياسه في الرياضه الامور تفسد. لو سما ما راحوش يلعبوا على سي بروبليم بوليتيك، دونك سي لي بوليتيك اللي يحلوه، يحلوه هما عندهم لي مويا يحلوه او ليو باش هاد ولا اذا نصفتنا الطاس، الى الطاس ايضا قامت بالعمل تاعها ونصفتنا راح تربح القضيه وربما تعيد اللقاء ب صحيح فورتوت فورتوت ما تقول كل... توري جيريسبريدونس عليه لو كان تحكم الطاس لصالح الجزائر ان شاء الله مستقبلا اي افات كما هذه يقول لهم بلي سبق الفصل فيها الفرق المغربيه ما تلعبش بهذه الخريطه الوهميه. نعم، دونك البروبليم الكبير كاع نراه في لاكاف. نعم، ولختام بطاقتي الحمراء انا نقول باننا ممكن ان نخسر لقب، لكننا لا نخسر قضية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الصراع الجزائر ليس الطرف فيه، احنا الجزائر واحد مدخل الحدود تاعنا، هذا الدخول في حدود شعب آخر اللي هو الصحراء الغربية.
لكننا كبلد بما أننا لا نحب الاستعمار نمقت الاستعمار لأننا عانينا منه. وأحسن دليل ما مواقف الجزائر مع فلسطين. فلسطين راهي جاية بعيدة لكن موقف الجزائر لا يحيد دائما نفس المبادئ من ليش في عمري من لي زدتنا ومن قبل ما نزيد أنا مواقف الجزائر ثابتة. يعني إحنا القضية تاعنا هذه قضية تاع موقف فقط. نقدروا نخسروا ماتش نقدروا نخسروا لقب لأن اتحاد العاصمة الآن خسر لقب لكننا لا نخسر القضية لأننا لا نحب الاستعمار. وإحنا نزيد نقول مرة أخرى ربما فلسطين أحسن دليل. وأعتقد بأنه الذي حدث وقالها محمد المرة اللي فاتت القضية الصحراوية أعتقد أنها كما صارت مع فريق جبهة التحرير سنة 58. أنا ذاك رجال السياسة قالوا بأنه فريق جبهة التحرير أكسلير الثورة التحريرية لعشر سنوات. أظن بأنه هذه القضية أكسليرات القضية الصحراوية لعشر سنوات لأنه الناس كامل أنا الصحفيين كثير وسائل إعلام أجنبية اتصلوا بي واتصلوا بكثير من رجال إعلام في الجزائر يسألونهم عن هذه القضية ما قضية الصحراء الغربية والعالم وأيضا قضية الخريطة. وبهذا أعتقد بأنه انقلب السحر على الساحر. ناس حبت تدير آفير باش تجي لصالحها عودة انقلبت لأنه الآن الكاف راهي في ورطة حقيقية. الكاف الآن تبهديلة الناس خلصت باش تشوف لي ماتش يدروا التي في دراهم كبار راحوا لهم وبالتالي الكاف الآن قال لك الماتش ما تلعبش لالي زاد ما تلعبش الروتور على جال خارطة وهمية. الجزائر ما تراجعتش عن مواقفها الشامخة وبالتالي ما عندناش غلطين رضوان ما عندناش غلطين نحب نزيد لك برك شاب باش نقول انا قلت لك الشعب المغربي الحر ويقول لك ماكوش غلطين ما عندناش طموح توسيع رضوان وهذه قالها الرئيس الراحل في 72 هو ريبو مديم قالها بلي ما عندناش طموح التوسيع. اليوم عارفين بلي نهضه بركان دارت غلطه خطا كبير خاصه رئيس الجامعه ديالهم عرف بلي دار خطا واضح بهذا.